يومي كاين والو بخيل دروا بالعكس راهو ما ضر الجزائر بقرام قرام ضر بها الجزائر ما ضرهاش. راه شوف الاوراس راه شوف الاوراس كيفاش راهي والله. نعطيك واحد الحاجه انا الشاب خالد الشاب خالد الشاب خالد الشاب خالد لو كان بار اكزومبل انا كوكو تلقاني نقول عاش سيدنا انا جزائري ما عنديش جنسيه مغربيه تجيك شوي بيزار واصا تجيك بيزار مني زياده من عندي هذه انا زياده هذه ماشي قضيه تالو كنقولها ماشي عيب وشو زياده زي جي زياده بعد حتى معنى فهمني سيده وحامل جنسيه كوكو تخرج على السيده وحامل جنسيه تحيه تبون كشتا يعني انا كونتر تبون بصح كنقول تحيه تبون قال تخرج عليا انا الجيريا واو صح السيد راه جزائري ومغربي واو صح صح او عنده جنسيه جنسيتين انا مثلا في فرنسا غدوه راح نزل جنسيه الفرنسيه ما تقدر تجي تقول لي انت على تقول تحيه ماكرو والله كوكو وقيلة كاع الام نتاعو من ما تتربي يرحمها الشاب خالد والله ما خلا واه هو الديرك تهود على سيمانه من بعد باش يحضر الجنازه تاعها على بالي نو مسكين راه انسان درويش سنان انا الشاب خالد والله كي خي تعرفوني انا واحد كيكون يزيد عليه نقولك على واش يزيد عليها والله يا الجي كي واحد يزيد عليها نقولك على واش يزيد عليها صح صح الشاب خالد مسكين الشاب خالد مسكين وما كاين والو قعد مع الملك ويحب شتي يحبو صح صح او نيه هذا راه نيه ماشي نيه في الدرام السيده بالعكس ولكن في الهضره بعد هذا تخيل هذا لو كان سيدي تبعته القصر مثلا تبعته المرادية وتقول له جيب لي الاخبار واش يجيب لك هذا توصل عنده يدير كيما ما يجي يوصل للمخزن هذا كيقول لهم الاخبار حتى يدير لهم كيما ما يفهمولوش والله ما يفهمولوش اش لي زانترفيو بار اكزومبل كيكون هو في انترفيو يضحك انترفيو كيكون يهضر يضحك ما تفهم له انت الشاب خالد والله ما فهملوش اصلا كيكون يهضر ما فهملوش والله ما فهملوش قاعد يهضر مسكين سؤال هكا والاجابه نتاعو كنا يعرف والو واحد الوقت سوا قالوا له المستوى نتاعك قال لهم 36 مليون دولار انت تعرف انت شوف كوكو انت تعرف بلي النظام الجزائري هو مقبره المواهب راه شوف الشاب خالد طلع الفن الجزائري والنظام الجزائري ما سمعش كاع به الشابين اللي راك تشوف كاع سمح فيهم كاع الفنانين يسمح فيهم يودي لو كان في العالميه في العالميه في العالميه طرات تسقسي واحد امريكا ولا الفرنسي انا تقول له تعرف تبون يقول لك ما نعرفوش تقول له تعرف شاب خالد يقول لك عارف وا صح صح والله نيشان يا اخي ولا لا تروح لواحد جابوني تقول له تعرف شاب خالد دي وا دي 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 يقول لك نعرف شاب خالد تبون ما يعرفوش مقارنه شاب خالد والله لا نيشان والله لا شايع على تبون هذه حقيقه والله شايع على تبون بس على بالك ولا لا ضيعوا له حياته داري له جاسوس ولا لا ضيعوا له حياته على بالك وين ضيعوا له حياته وقضيتك جزائرية وي هذيك الالجيريانيتي شويه باش واحد يقيس الالجيريانيتي تاعك ولكن هو ما ضيعولوش في العكس هو عايش نورمال مش مصغيضو كيك شو البلاد وكام زعما هو كيفاش ما يبغي يجي للبلاد وكاع راك فهمني يبغي يجي للبلاد هو كان عنده مشكل مع على بالك هو كان عنده المشكل مع النظام تاع بوتفليقه على بالك باللي الشاب خالد باش يعيطوا له يدير مهرجان ولا مسرح ولا ما على بالك سيرار يجي الشاب خالد الوهران ولا كاش بلاصه يدير مسرح اهلا وسهلا شيخ كوكو خلينا نطلع كيما خويا شيخ كوكو كراكي صافا عزيز خويا شوف العزيز خويا شو العزيز خويا ولد بلادي الحقير مسكين والفقير كيما انت على بالك انا ما نقدرش نسبك درك نقول الحقير الفقير التعيس البائس المقعور المحظور المسطور انت سمي روحك شيخ اسمع نقول لك واحد الحاجه والله العلي العظيم ولد بلادي تيرمو ما عندكش واش تهضر مسكين طالع غير باش تهضر برك كيفاش تسب لانه ولد بلادي امثالك انت ولد بلادي الفوقاني هذاك شوف نقدر نختلف معه واش مدار فلسطين وانا مدار وانا كلقاني اسرائيل ولكن والجيري وانا الجيري نورمال ما عنديش هذاك مشكل معاه من انا هضرنا في الموضوع ما جيتش قلت له انت على مدار ابو فلسطين ولا هو قال لي على مدار اسرائيل ولا لا ما دخلناش خلاص في الموضوع هذا قعد لي في الموضوع اللي نحكيو فيه قلنا تيرمو انت مقعور مسعور حقير وفقير كانوا انت حقير وفقير ولد بلادي مسكين تيرمو انت مسكين تعاني خويا تعاني ما عندكش بار اكزومبل ما عندك انا لو كان جيت مره نكون شيخه شطاح انا شطاح ما عنديش مشكله انا نشطح لك شيخه ما عنديش مشكله شنو نكره واحد كيطلع عندي ويفتح المايكرو تفضل كيريتا كبرام ما عندهم شك شوف ولد بلادي ارجيك شما قلت لك عيب انت يا والله غالب تعرف المبدا نتاعك كش ما دخلت لك في الدين كش ما هضرت مع ولد بلادي قلت لك علاه مدير فلسطين كيما هكاك شما قلت لك انايا
لا هي شوف هي خصنا عبك باللي احنا الله غالب علينا، انت كوكو تعرف عبك باللي احنا ما عندناش باللي ما عندناش باللي كل موضوع وعنده الكلام نتاعو. دروك ما انا نختلف معك بزاف صوالح بصح هذا الموضوع وانت هذا قاعد في هذا الموضوع برك ما دخلناش في موضوع واحد اخر. والله هذا الموضوع هذا الشاب خالد ماشي جاسوس يا اخي الكريم، الشاب خالد طلع عليكم وطلع سلامة الله وطلع الرأي الجزائرية قبل ما يطلع العلم المغربي. هو كي وصل الفن العالمي كان بالضرب تاع الجزائر وطلع وكاع الناس ولا طاف الجزائر باللي جزائري يا اخي درو دير لي جاسوس. والله لا عيب عيب. تفضل خويا عبد تفضل. بون جوستومون دوكا انت تهضر عليه تقول باللي الشاب خالد انسان بوهالي هكا ماشي بوهالي. نعم ما قلناش بوهالي. البوهالي ما يكونش عنده ما يلحقش العالميه. نو نو قضيه الدرويش تعرف بار اكزومبل انسان لا علاقه بالامور هذو السياسي لا علاقه بكل بالامور وما توش الجزائر الجزائر ما توش فيها. تقدر تقول انسان درويش الدرويش تاعو هذا هو اللي خلاه يكون يقدر بوسيبيليتي يكون نورمال يستغل من طرف جهات بار اكزومبل يستغل. افهمني مثلا كي نقولوا جاسوس واحد يجس اعطيني كيف حتى انت ترسق لولد بلادي انت جاسوس ترسق مو. مثلا النظام هذا كيرسق له جاسوس واش تشوف فيه ظروف الثكنات في المراديه قول لي خويا راني فاهمك 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 دوك انت ما سنيتش لي بروف ما سنيتش التحقيقات نورمالمون تسنى لي بروف يبروفيو اسكو يتسنى تحقيقات يبروفيو لك ومن بعد تهضر انت ديريكتومون تاتاكي. انا نعطيك مثال نعطيك مثال المغرب كي كونت الى اكوزي الجزائر باللي ايران باللي تعاون في البوليزاريو اسكو جابت دي بروف ما جابت حتى بروف ومالغري سا نتوما قلتوا باللي شوف العزيز شوف المساعده هذه كي نهضروا هذاك باش تحبوا باش ما تحورليش الموضوع ندخلوا نوليو نهضروا على الصحراء والفكير هذوك تاع الاخر من هنا الموضوع تاع هذيك المساعده تسمى كلش ظاهر غير حنا نلعبوا فيها برك هذا ما كان هو السفاره كيسحبونا يعني نحيها برك والجعران تاع الجزائر كيما هكاك باين باين. خلينا شو نهضروا باش نقعدوا في الشاب خالد ما تحورليش الموضوع بزاف العزيز. الشاب خالد انت كي تقول جاسوس الواحد يجس عن بعد سيدك تشوف فيه بيغاسوس ولا تشوف فيه ساتيليت شو الشاب خالد مسكين هيك تشوف في داخل الجزائر هو اصلا عايش في الجزائر حياته كل برا هيك تشوف الجزائري بلي خادم في المراديه ولا خادم منا هيك تشوف فيه سعيداني هذاك اللي في المغرب سعيداني في المغرب اللي كان في عقر الحكومه تقدر تقول لي هذاك كي تخرج عليه الجزائر هذاك جا يعني جاسوس ودار وخرج وراح للمغرب وعنده بزاف حوايج واش كاين كان في الجزائر في الحكومه الجزائريه سعيداني تقدر شت كي تقول انت ولد بلادي ما نجيش نقول لك انا سعيداني هذاك ماهوش ما يعرفش نو no. فهمني ولا لا اما شب خالد كلمه جاسوس كلمه جاسوس صرفت نص قالوا ولد بلادي تصلح شوف شوف درك هذا شاب خالد راح فيكتيم كو سو سوا اي ما كاك ما تروحليش انا خلينا من راح فيكتيم ضحيه ما فهمتنيش كلمه جاسوس شوف انا كتبت الشاب خالد جاسوس للمغرب عبيك كلمه جاسوس فاهم قنعني بها انا ولد بلادي كيفاه كلمه جاسوس ما هو جاسوس بار اكزومبل انا في باري انا مثلا كوكو ندخل للماك قادر تقولي انه الماك يقول كوكو جاسوس للجزائر لانه دخل في وسط الماك فهمتني ولا لا قادر تقول كوكو جاسوس بار اكزومبل راه في فرنسا قادر تقول كوكو جاسوس فهمتني كيفاه ولا لا اما شب خالد بار اكزومبل كي تقول جاسوس تصرح واش تصرح تصرح النظام المغربي هو اللي يقولها له يقول له الشاب خالد لا جاسوس لانه دخل قصر الملك المغرب يقدر يقولها له فهمني ولا لا بصح الجزائر تقول لك على الشاب خالد جاسوس هل الشاب خالد واش الحاجه حتى تقول له انت جاسوس الشاب خالد داخل قصر المرادية للكازيرنات الشاب خالد راه اصلا عايش في الجزائر كيف تقدر تقول على واحد جاسوس هو برا اصلا كيف جاسوس انت تعرف قصص الجواسيس على بالك الجواسيس الانسان جاسوس ما تقدرش خلاص تفيق فيه باللي جاسوس على بالك انا قول لي ترى خويا قول لي ترى هذا اعطيني برك الشاب خالد هذاك اعطيني انت كرايك انت الشاب خالد هذاك كيف نو انا ما نقدرش نبروفي لك مي بصح انا لا بوسيبيليتي ولو بالخيال ولو ما تعطينيش لي بروف اعطيني بالخيال مشي لي بالخيال نورمال نمشي معك حتى بالخيال خليك من الواقع بكل وخليك من لي بروف ما نحتاجش لي بروف نحتاج الخيال انا بالك بلي الموساد كاين جواسيس مصريين
كاين كاين واحد الممثله وكاين ما توقعش خلاص باللي هادم جواسيس يخدموا للموساد ومالغريسا يا ولدي فهمني. ولكن هذاك اللي يخدم للموساد راه في مصر بار اكزومبل، هذاك اللي يخدم للموساد راك تلقاه في المغرب ولا تلقاه في الجزائر ولا تلقاه في اي بلاصه. فهمني الشاب خالد كيفاه جاسوس وهو في المغرب، جاسوس جاسوس للجزائر، جاسوس ضد الجزائر. اعطيني كيفاه الجوسسه السيد، واش اختارك واش دخل وين دخل وين دخل كيفاش وين دخل كيفاش وين دخل اعطيني كيفاه باغ اكزومبل. انا نحكم عليك جاسوس، انا اللي قلت لك عطيتك مثال. انا كي قلت لي انت الموساد مثلا واحد مصري راهو جاسوس باغ اكزومبل، راهو جاسوس للموساد، راهو داخل مصر وراهو يتجسس على مصر، جاسوس راهو داخل المغرب وراهو يتجسس على المغرب، جاسوس راهو داخل الجزائر وراهو يتجسس على على. اعطيني انت يفهمني انت الشاب خالد، الشاب خالد كيفاه يولي جاسوس؟ اعطيني كيفاه قال واش هو كيفاه حكمت انت مثلا كيفاه عن بعد مثلا هذا عن بعد راهو جاسوس وش هو؟ لازم يجند، لازم يجند يا خويا او جنيده. شوف درك الشاب خالد هذا راهو حكموا النظام المغربي وراهو راه يخدم به، اعطيني كيفاه خدم به قول لي مثلا. دوك دوك نسلو تحقيقات، كيمدوا تحقيقات ونشوفوا لي بروف تما نحكموا تما نقدر نحكم نقول لك يا ولدي وشو التحقيقات نتاعك انت راه يخرج خلاص راه خرجوا له. اسكو ها اسكو الشاب خالد جاسوس ولا لا؟ واش من تحقيقات يا خويا شارك تهضر كاين ما فهمتش انا. ديروا في راسك في خدم شوي راسك بركة، خدم شوي واحد جاسوس ديال المغرب. انا ما نخدع، انا ما نخدع ما نامن جامي خلاص ندير الامان راك فاهم. قادر انا واحد انسان بهلول مهبول هذاك في الطريق ما ندير كون يقولوا لي هذا يا ولدي راه ماهوش عايش في الجزائر انت. انا فهمني 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 اعطيني واحد ماهوش عايش اصلا في الجزائر كيفاش جاسوس؟ با فورسيمون صاحبي، با فورسيمون يكون عايش في البلاد هذيك باش يكون جاسوس ولا لا. انا ليسونسيال يا ولدي جاسوس لمن عايش في المغرب يكون جاسوس في الجزائر ولا جاسوس في المغرب؟ انا تحب نعطيك التحليل تاعي، نعطيك التحليل تاعي. أنا قلت لك ما نصدق مي بصح أنا نظن باللي الشاب خالد الغلطة تاعو هذيك تاع راح هضر على الصحراء وهذيك حكمها له البوفوارات. جاي معليش خلينا أنا ما دخلتش معك في القضية تاع الغلطة، كلمة جاسوس ما تهربليش من كلمة جاسوس. أعطيني أنت كيفاه واحد نقول عليه جاسوس؟ كيفاه واحد جاسوس؟ واحد جاسوس يكون عنده تخابر لصالح مصر. اوكي عنده تخابر، اعطيني مثلا التخابر تاع الشاب خالد باغ اكزومبل مع 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 يعطى معلومات للجزائر. وش هو الشاب خالد عايش في الجزائر؟ عنده على ما فهمتش. انا نعطيك بلي جاسوس، انا ما عندي المعطيات، ما انت عندك المعطيات بركك يا ولدي. موش في راسك انت ولا ما قدرت ولد بلادي؟ شكرا. في راسي في راسي انا قلت لك في راسي انا ما نظنش باللي الشاب كيش ما فهمت ار جي 13 واش قاعد يقول هذا. لا عاودي والله الله يحسن العونه كوكو. انا شوف والله الا على بالك باللي انا كي تقول لي باغ اكزومبل تقول لي هذا الموضوع تاع الشاب خالد جاسوس، والله الا كان شوف انا هذه ما تخلعنيش والله، وما نخلعش باللي الشاب خالد جاسوس. علاش؟ لان كاين قضايا اكبر من هادو هما اللي يخلعوا تاع بصح، والشعب الجزائري ما هضرش. يعني دوك تشوف الشعب الجزائري قاعد على الشاب خالد، دوك تشوف الا برحمه الله زعما، الا الواعي اللي ما اللي يعرف شكاين. يا ودي شبخيل جاسوس ما تصلحش كلمه جاسوس، ولو كان ما نعرف يدي دويتو ما شبخيل جاسوس. شوف عندي كيضرب في الجزائر ليش ماشي في النظام؟ يضرب في الجزائر ماشي. انا معاك، انا مشتش. الوطن ديالك مع الوطن تاعي. نعطيك واحد الحاجه، انا خرجت من بريد الجزائر، من بريد الجزائر كنت ديريكتور لفما، نتحداكش ما يوم فتحت لايف وتكلمت عطيت قلت هو شي صرا في بلاد الجزائر والو. لا احتراما لانه غير على بلادك. احتراما انا احتراما كاين حوايج نقدر نديرهم. ما هي الفائده تاعي كي نخرج مرة بار اكزومبل نخرج من نقدر الشعب نخرجهم في التليفون، وش هو الفائده كي يسمعهم لاخر من دوله واحده اخرى؟ ما عندي حتى فائده. والله صدقت، والله صدقت، لمن له غيره على الوطن فهو انسان ديوت. هذه ما نقدرش انا في ما نقدرش. اوكي احنا كنختلفوا، انا اوكي انا مغربي وانت جزائري، ولكن اقسم بدين الله كنحترم الوطنيه اللي فيك. شوف نزيد نعطيك واحد الحاجه، الشاب خالد حتى في الاغنيه كي كان غنى الصحراء مغربيه. شوف والله انا كجزائري نقدر نختلف مع خويا مغربي فواش اكيد نقدر نختلف معاك. درك باغ اكزومبل شتي لو كان غنى الشاب خالد الصحراء شرقيه مغربيه هنا
نقدر نقول اذا اتاكاو الجزائريين واتاكا النظام انا واحد من الناس ولا عندهم الحق. فهمني خويا ولا لا؟ وي راك فهمني ولا لا؟ لانه توشا جغرافيا الجزائريه حاليا توشاها ولكن قال الصحراء المغربيه شكون هي؟ وجهه نظر كتبقى وجهه نظر ديالك وجهه نظر ديالك ولكن هو غنى الصحراء المغربيه اللي هي الصحراء اللي هم اللي يقولها الجزائري غربيه اللي ما فيهاش اصلا كلمه الجزائر لا تسعى فيها كلمه الجزائر ما كانش فيها هذيك الصحراء اللي قال عليها مغربيه هل فيها كلمه الجزائر؟ لا ما كانش هل هو خاين للوطن كي قال الصحراء المغربيه؟ والو يعني مي انا هذا الشخص هذا فواش خاين البلاد وزيد فوق هذا قلت لك سعيد كوكو كوكو نقول لك علاش اخويا لانه ما عندهمش شي تهمه اخرى يلفقوها ليه ما كايناش باش يلفقوها ليه وغير الجوسسه كاين خويا كاين قطع هذه لا بلاتي هذه هي كمل جرير وبعد خليه يعطينا اخونا ولد الجزائري عنده انا غنعطي فرصه لانه ما كايناش شي حاجه من غير الجوسسه مثل هذوك الجوج القباصين اللي كانوا في الجزائر شدوهم قالوا لهم انتم جواسيس واش واحد خدام قباص عباد الله قباص مهني قباص انا عزيز جليل القباص هذاك شوف باش ما نخرجوش على الموضوع القباص هذاك قال راهو داخل الجزائر سيدي التهمه داروا هالو ولا لا اخرى من هنا وانا داخل الجزائر نقولوا داخل الجزائر انا ما نلومش على النظام شوف انا ما نلومش على النظام الجزائري انا نلوم على المغربي اللي راهو مسكين خدام الفما اللوم عليه لانه على باله باللي النظام هذا انا ما نكذبش عليك انا كجزائري اقسم بالله نخاف مغربي يكون في تيزي وز ولا بجايه لانه اي حارق يصرى الفما راه يلصقوه انا اللي درت واش خرجت في لايف قلت له يا خويا المغربي احذر تروح لبجايه وتيزي وز لانه اي خاصه في الصيف تروح الفما قادر نلصقوه لك انا ضد مغربي يدور بالامام في الجزائر فما نخاف انا كاخو جزائري نخاف لواش لانه الغلطه فيه هو مادام على بالي هو مسكين راه ياكل الخبز ولا خدمته القبصه في مالقا الخدمه في مالي تساعدوا اكثر ويدخل درام معليش خونا احنا في اوروبا وناكلوا في الخبز احنا في يدول وناكلوا في الخبز هو جزائري في المغرب ما ياكل في الخبز الله يرحم باباك او ياكل في الخبز الانسان ياكل في الخبز انت ماهوش عيب الناس كلها وين طراح بارتو تلقى فرنسا وراح لامريكا وياكل في الخبز تلقى امريكا وراح للخارج وياكل في الخبز فهمني ولا أوكي. لا؟ ماهوش عيب الحوايج ولكن المشكل وين هو؟ انت على بالك يا خويا المغربي باللي النظام هذاك قادر يلصق لك النظام بكل صراحه يعني جزائري تافه قادر يلصق لك اي حجم لا هو التهمه عنده موجوده هو عنده انا نلوم عليك خويا المغربي دبر راسك ما دام دخلت الجزائر وتخدم فما تحمل المسؤوليه انا كنت في الجزائر كوكو كنت في الجزائر في 1000 تسمع مني مزيان كنت أنا في الجزائر في 1986 أقسم برب الكعبة إلى شعب طيب كان ما عندوش لا مشاكل لا والو أقسم بدين الله إلى هزوني وكلوني وشربوني وخلصوا علي التران والله العظيم إلى عزيز خويا العزيز خويا أنت أكل عزيز العزيز خويا العزيز خويا هذاك العود كنت في واحد وقت واحد النظام شوية ما يديرش عليك بزاف وما كانش الحساسية هذه كن ولكن في الوقت الحالي والنظام شوف من الوقت الحالي النظام هذا الجزائري أنا لا أنصح بأي مغربي شوف أنا ما نقولوش ما تروحش للجزائر أنا روحك للجزائر ولكن تحمل أي مسؤولية تصرع لك إيه قبل ما كانش المشاكل بغيت نوصلك غير واحد تحمل انا نحمل المسؤوليه لمن انا ضد النظام نتاعي الجزائري هذا وانا ضد التصرفات اللي يديرها ولكن انا المغربي اللي يدخل فيما انت تعرف اذا انا ولد بلاده انا ولد الجزائر ويلوح لي تهم خاطئه فما بالك انت اللي براني وجاي داخل البلاد ويصوت عليك يعني ما فهمتش حتى واحد ما رحمش الاخر انت بوالي يعني خويا المغربي هذاك مسكين اللي راهو داخل في البلاد نتاعنا والله كي نشوف مغربي من انا صرات له كاش حاجه ويلوم النظام الجزائري نقول له علاه دار له كيما هكا وعلاه من انا ولكن في نفس الوقت نلوم المغربي نقول له واش دخلك عنده تحمل المسؤوليه اخويا لا غالب عباره عن دخلت عباره تعرفوا شو هو المغربي هذاك اللي يخدم القبصر في الجزائر تقول دخل يخدم في لا دروك انا نشوف يدخل يخدم في لا دروك مخاطر بحياته انا نشوف فيها مخاطر بحياته انا نشوف فيها كيما مالغري تبون قالها يخدم على روحه وما كان والو الاخر منها يقولها كدبلوماسيه ولكن يطرش مادام زاد الحق الواحد ما يدخلش للجزائر مثل الشاب خالد ما يدخلش ابدا للجزائر وعايش في المغرب شفت لو كان خرج النظام نتاعكم لو كان درك خرج قال النظام المغربي يتهم الشاب خالد بالجوسسه
نعم هذيك نقدر نصدقها شوي نقدر نقول على جلوش لانه دخل القصر المالي لانه فيها باب وجواب لانه السيد راه في المغرب حامل جنسيه مغربيه ودخل القصر الملك وقعد حتى مع الملك مالك اون بيرسون اون بيرسون هذاك ونقول لكم هذه الحاجه حتى لو كان يقولوا المغرب ما نصدقش على واش لانه على بالي حتى لو كان يروح المخابرات الجزائريه ما يقدرش يوصل الخبر قد الشاب خالد يوصل يقول راه قال لك اللي ينبحوا عليه اللي يسبوا في الشاب خالد او يسبوا فيهم كاين ناس جزائريين يسبوا فيه ما قالش الجزائريين قال لك هذو اللي ينبحوا عليه هو عليه هو الكلاب هذوك اللي ينبحوا عليه هو درك انا بار اكزومبل انا الجيريا الجيريا وعندي جزائريين ينبحوا عليا بار اكزومبل واش نقول لهم نقول لهم بارك الله فيكم هل هو قال الجزائريين كل نو لا العز خويا سي نهضروا شويه بمنطقيه ولد بلادي يا اخي كوكو وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت راك ما تدخلش لي حد في الموضوع وهو كلمه جاسوس انت قلت لي عندي اثباتات باللي خالد جاسوس تفضل معايا قول لي ولد بلاد هذا هو الموضوع الاهم واش خلينا من الجاسوس ما خلينا من الجاسوس انا الجاسوس انا موضوعي هو الجاسوس انا موضوعي هو الجاسوس ما باليش انا اسكت جاسوس ولا ماشي جاسوس لا لا انت في راسك خدمها في راسك خدمها في راسك انت تصرح تقول على الشاب خالد جاسوس بلي مغني ونعرف بلي عطى بلادو بالظهر وهذه هي اللي نعرفها انا يا عزيز خويا قول لي هل 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 الشاب خالد جاسوس قسما بالله قسما بالله ثم قسما بالله خرج من لوطيل الشاب خالد اقسم برب الكعبه شيخ كوكو وشاب بلال وشاب بلال يا اخي ما نهضرش على الشاب بلال لا لا نهضروا عليه شيخ كوكو شاب بلال ما تهضرليش على الشاب بلال انا مضايقو الشاب بلال مش بلال الشاب بلال شاب بلال باسكو راه على الشاب خالد مدير جاسوس انا مدير جاسوس شوف سؤالك شوف دقيقه اخويا تفضل اخويا غيرس تفضل يا السؤال ديالك منطقي اولا وقبل كل شيء الافكار ديالك اخاي كوكو كيعجبوني وكتفق معايا بحال انا وياك كوبي وحده بزاف المواضيع غنقول لك هي واحد الحاجه باش تفهمها هو اولا راه اليوم شدو فضيل مشى يزرع الشعر ديالو في تركيا ردوه جاسوس وشاب خالد شاب خالد هو شوق عليه كانت بولوش نكريحه كانوا ناشطين مقصرين ما بغاش يدير عليهم السهره وردوه جاسوس بونجاح ردوه جاسوس في قطر رياض محرز ردوه جاسوس حتى هو في السعوديه دابا كلشي كل واحد دابا ما هضروش على ما هضروش على رياض محرز كاع ما هضروش عليه ما تكذبش ما تكذبش اخويا ما تهضرش جاسوس ما يدخلش الجزائر العزيزة راك تكذب كلشي الجوسه والجوسه الجوسه العزيز ريح غيرس خويا قعد لي في الشب خير انا عمري الشب خير هضر لي انا درت له ميوت ليه هو انا درت لكم في زوج ميوت حتى نهبط ها باش نتكون ها تحير جوسه هاني نهضر معاك هضر لي على الشاب خالد جاسوس هذا موضوع اليوم هل تدخلك العقل الشاب خالد جاسوس ما تبدل لي خلاص ما قاعد فيها واحد القضيه الاخ كوكو اقسم بدين الله نازل من لوطيل اسمع نازل من لوطيل الشاب خالد اقسم بدين الله نازل من لوطيل الشاب خالد اقسم بدين الله اما عارف لي فاليز ديالو شحال واش 3 ولا 4 اقسم بدين الله سولته قلت لي واش هذوما البالز ديالك 3 صافي غير 3 البالز قال لي والله ما عارفهم 3 ولا 4 واش هذا الانسان غيكون جاسوس يا ولدي كلمه جاسوس ما تصلاحش انا واحد يعطيني تفسير جاسوس ما تصلاح تفضل يا كنزو تفضل اخويا كنزو الياس الياس باري تفضل كان زوا ضرب طلع وساكت ما باليش الحمد لله على العالمين انا على بالك تعرفوا شو تدوخوني انتوما اللي طالعين في القاس من هنا وساكتين ما فهمتش واش واك شو اللاعبين مارقين فايقين السلام عليكم تفضل السلام عليكم شوف كوكو شوف نقول لك باللي هذا خالد كنت تهضروا عليه هذا خالد هذا قصة تاعو وحده وهو على بالو شادا راه يتألم شوف راه يتألم ليل ونهار باش يحلم باش يدخل الجزائر روك راه عاش كيما الكلب في المروك راه عاش كيما الكلب في المروك معليش خويا معليش خويا معليش خويا انت تسمع لي قبل ريح خويا جرير ريح خويا جرير ريح بالعقل خويا انت كانزو ريح ليك في كلمة جاسوس برك ومن بعد ساهل ومن بعد براسك واش تهضر على الشبخه قول لي طرابك جاسوس ودي في جاسوس هذا كانزو افتح المايك تاعك انا
شوف شوف كوكو، انا نحكي لك على هذا الاخر خالد. خالد عنده قضيه مهمه يتحاسب عليها، وانت يا كوكو الدراهم اللي خونتهم من البلاد خونت كارثه كبرى. طلعت كل شيء ما تعليش، لا ما تعليش، بس سلام كوكو خلي سلام اخويا ولد بلادي اخويا اخلي يهضر. سمع ولدي واش سمع المغاربه؟ انت انا درت لايف عليا انا ولا درت لايف على من؟ انا نهضر على الشاب خالد. انت انا ما خليت لا تهضروا لي على الاخر. هذا ولد وهران تاع الصح، خليه يا ولدي ولد وهران يا ولد بلادي. خليه يهضر، ما تنوفخش يا ولدي. انت واش بك؟ راك تتنوفخ. واش نتنوفخ؟ هبط لي نهبط ولد بلادي، نهبط خويا، نهبط ولد بلادي. ما يقلقش ولد بلادي، نهبط كنورمال. انا نبي لك الرغبه ولد بلادي. واش راه عندي لك ولد بلادي؟ انت انا نهضر معاه نقول لي قول لي جاسوس تخرج لي كلبه، انت سرقت لابوس، انت دير من هنا. خليك مني انا، خليك مني انا، انا اكبر سراق، انا اكبر فوايو، انا فوايو فوايو سافا فوايو. انا حبيت نهضر على الشاب خالد واحد فوايو الشيخ كوكو الفوايو اللص 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 كوكو هذا. خلاص انا اعترف، انا اعترف اني سرقت بريد الجزائر. سجل يا الاخر، اعترف اني سرقت بريد الجزائر، سرقت قداه. خيروا لاصوم اللي عجباتكم هذيك هي، لاصوم اللي عجباتكم ديروه، اللي عجباتكم راهي صحيح. تفهموا في لاصوم اللي دير. من اللي كتحصرهم في الزاويه كوكو، من اللي كتحصرهم في الزاويه كوكو، صافي كيبداو يفوتوا في الشخصيات. كيبداو يشخصنوا، كيبداو يفوتوا في الشخصيات ديال البنادم، كيبداو يفوتوا فيها. علاش حتى كتحصرهم؟ مي فوين قلتلو جاسوس؟ كلمة جاسوس ما قلتلو. الزول 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 فلان خويا كوكو، لاباس عليك؟ بخير صافا. تفضل اخويا واش يبخن. السلام عليكم الزول، ما عندكش كونيكسيو خويا. تفضل اخويا راك مزيان كلشي بخير؟ لاباس اخويا. تفضل حبيبي تفضل. بالنسبة للجمهورية نتاع الجزائر، واش كتقدم لينا في الحياة؟ هذا طلع لي ناس مسكين والله ما على باله برباه بك، والله ما على باله بعصرينها بك مسكين. طالع والله ما على بالك، ضربت فيها انا نقول واحدة معجون، وطالع والله ما على بالك بجدها بك ولدها تشبال. لا 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 والله الناس فيكي شغل عبارة عن مغربي مونغولي هاك شوية مسكين، ما عم باله بجدها بك وضرب فيها هذاك المعجون هذاك. طالع والله ما عم باله بجدها وين رايح بك مسكين. والله ما على بالك باش نكون خوخا اخويا الشيخ خوكو. عندي اخويا 20 سنة اخويا اذا كان ممكن. تفضل اخويا. اخويا الشيخ كون كنت ديجا شفت الشاب خالد في مراكش، وشفت مع عائلته كيفاش فرحان ومع ولاده. هو اخويا الشيخ كوكو الشاب خالد طلعت له الغربه والاوروب وداك الشيء طلعوا له في راسه، بغى يرجع لبلاده، ولكن بلاده ما ما ما, ما فيها والو. اخويا الشيخ كوكو جا المغرب لقى الحب، لقى السعد كيبغيه، لقى رحبوا به. شكون اللي قال لك؟ شكون اللي قال لك شكون اللي قال لك باغ اكزومبل الشاب خالد يكره بكري في الجزائر؟ شكون اللي قال لك الهضره؟ ما فهمتش انا. الشاب خالد، الشاب خالد عمره ولا كروات في الجزائر؟ نتحداك الشاب خالد كروات في الجزائر، اتحداك لي زالجيريان كامل، اتحداك واحد يكره الشاب خالد بكر، اتحداك. انا اللي نشتي نهضر الحق، فهمت خويا ولا لا؟ طلع ليك شغل هذاك المغربي، المغرب سويسرا والجزائر، الجزائر شغل الصومال. نو 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 هذا طلع هذوك المغاربه هذوك تاع سويسرا، هذوك المغاربه انا قلت لك المغاربه تاع كادير وشكري و و وكفسمو وكولايور وكفسمو وبنت الجزائر هذيك، هذو هما هذا النوع هذاك. هذاك النوع ما يضرش بيا بزاف انا، هذاك النوع ما يضرش بيا، هذاك النوع السنايبي ودوميرا ما يضرش بيا، ما يضرش بيا الافكار هذيك السنايبي ودوميرا ما يضرش بيا انا بزاف. هذوك تاع سويسرا والمانيا نو نو، ما عنديش سويسرا والمانيا، سويسرا والمانيا، سويسرا المغربيه والمانيا الجزائريه وما عنديش، وايطاليا التونسيه. هذيك العزيز خويا نقدر نقول انا ما نديرش اصل المقارنات. على واش ما نديرش المقارنات؟ لانه انا كوني كجزائري استحي ان اقارن بالمغرب، ليس انتقاصا من المغرب، هو انتقاصا للجزائر، لانه الجزائر بخيرتها وخيرتها عيب ان تقارن بدول مجاوره ليست لديها خيرات مثل الجزائر. أنا ما نقدرش أقارن أبدا لا بالمغرب ولا تونس ولا أي دولة مجاورة، لأنه أنا بالخيرات والجغرافيا الجزائرية الشاسعة هذيك نورمالمو أنا نقار روحي مع السعودي، نقار روحي مع الأندونيسي، نقار روحي باريكزوم مع الأوروبي، ها وين نقار روحي أنا؟ نلقى روحي باللي زبالة. فهمت كيف؟ أنا أستحي أنه كي نوصل المغربي
نقول له انا عندي الحاجه هذيك وانت ما عندكش، ولا انت عندك الحاجه هذيك ولا ما عندكش. هذوك الحوايج انا كجزائري استحي، لانه لو كان نقرر روحي بتونسي ولا مغربي نضحك الناس عليا، نضحك الناس عليا. على واش نضحك الناس عليا؟ من ناحيه واش قادر نلقى حاجه في المغرب وما عنديش في الجزائر؟ بخسر، عيب. قادر نلقى حاجه في تونس وانا ما عنديش؟ عيب. الواش؟ لانه دوله نورمالمو انا كبيره خلاص، فهمت؟